خليفة أبو بكر. سوريا اللاعب اللي سجل الهدف واللاعب اللي أسعد محبي وعشاق نادي قطر هو سوريا، هو أمال القطروية، لكن قد نختلف أو نتفق على هذا المهاجم، لكن في النهاية هو لاعب هداف، وإذا تحرك ولعب من الممكن أن يغير بفريقه، وبكل تأكيد من الممكن بأن يخرج بفريقه من عمق الزجاجة وتبتعد عن القطروية المشاكل. لكن إذا استسلم للرقابة ووقف كما هو حالة في المباريات الماضية فعليه العوض بالملك القطراوي، يضعون عليه أمال كبيرة. لعل وعسى يعمل شيء يا لطفي البنزرتي، هذا هو المدرب لطفي البنزرتي، المدرب الجميل والمدرب التونسي اللي كان يقود نادي بنياس في الموسم الماضي في الدوري الإماراتي، وكان أيضا موجود مع نادي المحرك في مواسم ماضية، والسجل الجميل، وهو ينحدر من عائلة كروية كبيرة، شقيقة فوز البنزرتي مدرب النادي الإفريقي، والنادي الإفريقي اللي واصل أيضا إلى نصف النهائي من بطولة الكأس للاتحاد الإفريقي، ونتمنى له التوفيق هو والمغرب الفاسي. البطولة اللي تتابعونها حصريا عبر الجزيرة الرياضية، كرة ملعوبة الآن لأونوكاشي، يمر الكرة إلى عبد الله البطاط، البطاط الآن يحاول، هل تكون ردة الفعل قوية بالنسبة لنادي الإخريطيات؟